تدري الناس ما مفكره بالكهرباء اكثر مما مفكره بيك. استقطيتني. لا بالعكس، يعني يمكن انت هسه الناس يحشون بك اكثر من الكهرباء. اي تدري ليش؟ ليش؟ لان هسه بالتالي انه يحملون مسؤوليه، في حين ان المتحدث الرسمي ترى وظيفته معروفه، ينقل ما تتمناه الوزاره. حتى استاذ ليث من يريد خطابه طلع للناس ما ينعدم خطابه، وانا انقل ما تتمناه وزاره. واحد زين. ثانيا الناس اليوم والاقلام والعهر الاعلامي من البعض يجمع مقاطع فيديو وينزلها، يركب شيء على شيء وينزلها على اساس بدايه انه، وغير دليل على ذلك انه اكو مقطع منتشر انه انا اقول التجهيز ب 24 ساعه، والمفارقه اللي المفروض المختصين يعرفها. مقطع قديم؟ لا هسه جديد قبل ايام، انه انا اقول التجهيز 24 ساعه، بحيث ان المقربين قلت لهم يابا هسه هذا المقطع اولا الملابس شكل واللوجا الوراي قناه العراقيه. زين. وبنص المقطع وراي دجله ولابس قاط رصاصه ورباط نيلي. هسه ما مبينه يعني. ايش خلوا عليك افلام؟ اي البارحه انه انا اقول الهجمه قادتها اسرائيل. اكو صور خلوها عليك انه انت شيخ معمم؟ اي نعم. شيخ معمم؟ اي نعم. هسه سب علي انا. لا انا دا اسال. أنا دا أسأل هاي السؤال. أنا في سنة من السنين بال 94 أنا كنت طالب بالحوزة العلمية. نعم. درست علوم دينية وكنت خطيب. وبالتالي هذا مو سبة. لا استغليتها، استغليت وضعي الاجتماعي مهنيا. ولا أنا فد يوم ادعيت ما ليس لي، ولا أثر على يعني وظيفتي المهنية. وبدليل أنه أنا شغلت مناصب عدة بالكهرباء. آخرها كان مستشار محافظ بغداد، آخرها كان مستشار رئيس مجلس محافظة بغداد، آخرها مدير العلاقات والإعلام. كنت ناطق باسم التوزيع؟ لا كنت مدير العلاقات والإعلام لكهرباء بغداد، بس قبلها شغلت مستشار رئيس مجلس محافظة بغداد لشؤون الطاقة، وقبلها ممثل السيد محافظ بغداد لشؤون الكهرباء. هذني آخرين، وعضو الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات، وعضو الإدارة، عضو الإدارات المحلية بمجلس المحافظة. وشغلت مستشار لجنة الكهرباء مع الست عائشة غزال المساري، واشتغلت مدير تنفيذ المشاريع، واشتغلت مدير متابعة نقل الطاقة، واشتغلت مدير محطة جميلة. ما تصير قناة مدير قناة دجلة؟ دوره في الأفلام. فبالتالي أنا من 96 من 96 أنا موظف بالكهرباء. من 96؟ أي نعم. تاريخ أنا 29/6/96. يعني تتحمل مسؤولية لأنه استلمت مناصب. ما كانت مناصب شنو؟ انت مدير ما اعرف شنو. هسه المناصب اللي شغلتها شنو؟ ما اعرف. انت اعلاميه؟ كل اعلاميه؟ اعلاميه فقط. مدير محطه جميله ومدير متابعه. مدير محطه جميله ثانويه، مو محطه توليد. مدير محطه جميله ثانويه اللي كان في منطقه الطالبيه. ليش طفت الجمعه؟ ليش طفت الجمعه؟ هو انا وياك يمكن من نحكي شويه اروح لا تكشفني بصراحه. زين. ما حصل يوم الجمعة انه المنظومة تعرضت الى الانطفاء التام، ابتداء من الانتاج ونزولا حتى التوزيع. وهذا ترى نسبة 99 وال1%، هذا 1% مو يعني كهرباء، هذا 1% يعني اجهزة الدي سي. مو اكو اي سي واكو دي سي؟ الدي سي هذا اللي يشغل الشارجرات ويشغل الارمات واجهزه الحمايه حتى مني. بس العلم ايش حاسبي علينا؟ قولوا 100% وخلص. لا هي 100%، هذا الدي سي اللي يشتغل مال الشحن، مال اجهزه الشحن. زين. حتى احكي حكي علمي يعني. حلو. الذي حصل انه كان خط رشيد جنوب بغداد باعماص صيانه. وكان اكثر الحمل اللي رابط منطقه يعني معينة من محطة المسيب هو على خط المسيب رشيد. هذا الخط كان محمل قرابة 300 ميجا واط، أكثر من 300 ميجا واط. صار به تقطع بالأطوار، الأطوار يعني الخط هو عبارة عن أطوار ار اس تي يعني أسلاك. خلينا. هذا التقطع صار بهذه الأسلاك والخط محمل 300 ميجا واط. من طلع الخط هو بالعمل سوى زيد معدلات التردد بمحطة المسيب الحرارية. سيب. من زيد محمد يعني معدلات تردد، بالتالي فصلت اليونتات. كان المفروض شوف جزئيه التقصير وين؟ جزئيه التقصير انه مو بس انه ترصد هذه الخطوط والمفروض تصير عليها صيانه اللي يترتب عليها نقل مدير عام نقل الفرات الاوسط. بمحطات الانتاج من تروح من عندك المنظومه بهالشكل اكو اجهزه البروتكشن الحمايه تشتغل على الوحدات التوليديه، يفترض تعطيك مجال 40 ثانيه تقدر انت لا تراقب اليونت
تقدر مباشرة تنزل بالحمل حتى ما تروح سرعة التوربين بهذا الشكل للمحط وتفصل. لا هو التوربين من تفصل من الخط يعني شلون مولدة تشتغل وفصلت منها وايرها سرعتها تروح صوتها يعلى. التوربين من انفصل عنه خط بالعمل اكو اجهزة حماية اسمها بروتكشن مناولات زين. المفروض هاي المناولات المشغل اللي قاعد يراقب اليونت هو يشتغل بالحاسبة من صار الانفصال طلع عنده الارم اشارة مباشرة ينزل مباشرة يقوم ينزل احمال اليونت حتى اليونت ما يصير سرعة دوران بيه ويوصل. وين كان هذا؟ هذا جزئية التقصير انا اقول لك اياها. هذا جزئية التقصير الان مفتوح بها تحقيق واضح؟ هذا وين كان هو بالسيطرة الرئيسية لو وين؟ لا بمحطة المسيب. بمحطة المسيب من انفصلت محطة المسيب بطاقة 800 ميجا واط زين. وانفصلت محطة المسيب الغازية بصافها 225 ميجا واط زين. الالف ميجا واط من انفصل بالمنظومة بهذا الشكل او الوطنية بعد ما لحق على المنظومة راحت المنظومة كلها بارتفاع تردد وقعت المنظومة شدة. نفس الشيء اللي صار ويا محطة المسيب صار على المنظومة الوطنية كلها كل نفس الحال صعدت الترددات ما لحقوا على الحمار راحت زين. هذا نفسه هنا قلت اكو عنده حماية بروتكشن بالرئيسية ماكو نفس القضية بالوطنية ما يقدر يسوي حماية يعني هذا سؤال مال واحد مختص جدا زين. هسه تقول لي المفروض ابو الوطنية اللي يراقب وين هذا العارض هو تسبب بانفصال المنظومة بس مو لوحده تسبب بانفصال المنظومة. المفروض وهذا كلام اللي حكيته باستضافة سابقة وياك انه جزئية يتحملها المحافظين والحكومات المحلية وين؟ من اجى دخل الى محطات الانتاج رفع منها مناولات الذبذبة والاندر فريكونسي حتى لا ابو الوطنية يعني يسيطر على الاحمال حتى ابو المحافظة ياخذ بكيفه. من رفعت مناولات الذبذبة من الخطوط والمحطات لو اكو كان اشتغلت مناولات الذبذبة وما فصلت شلون جهاز حماية بنخليه على جهاز كهربائي من تجي كهرباء عالية شي يسوي اذا مو يحرق الجهاز يفصل الجهاز. لو كانت موجودة اجهزة الحماية على المحطات كان ما وقعت المنظومة سبب جميل. المحافظين واحدة من الاسباب. السبب الثاني شنو؟ بما انه خط المسيب رشيد محمل اكثر من طاقته ليش يتحمل 300 ميجا واط؟ دلالة على انه هنالك خطوط طالعة من الخدمة ووصلا 61 خط انفصل من الخدمة. ذيك الحلقة طلعت وياك قلت لك 31 خط هسه صار اليوم 61 اليوم الصبح بثمانية ونص استهدف خط قيارة موصل بالعشرة ونص استهدفت خطوط مخمور باثناعش استهدف خط قائم حديث اليوم بالتحديد. شنو رايك بهالايغال بالاستهدافات هذا؟ سيد داود عبد الزاير ورحب بك من جديد. اهلا وسهلا بكم ضيفك ومساعدك حياكم الله. شخصتوا تقصير لو ناخذ